عقد الفريق الوزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اجتماعا للفريق الوزاري الذي شكله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني في محافظة المفرق، وذلك بهدف الوقوف على ما تم إنجازه من المشاريع الحكومية خلال 25 سنة الماضية في المحافظات والبوادي، وذلك في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش. وجرى خلال الاجتماع الذي استعرض الإنجازات التي حققتها المحافظة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية. تأتي هذه الزيارة إخواني الكرام استكمالا لزيارة المحافظات والتي حض عليها سيدي صاحب الجلالة أن نلتقي دوما، واستكمالا لزيارات دولة رئيس الوزراء الذي حملني أمانة أن أنقل لأهالي المفرق العزيزة حاضرة وبادية أنقل تحيات دولة رئيس الوزراء إلى أخواني الكرام. أخواني الكرام، الإنجازات اللي تمت في هذا الوطن العزيز الغالي إنجازات عظيمة لا تعد ولا تحصى. وإذا نظرنا إلى 25 سنة الماضية وقارنا ما بين قبل 25 والآن، إحنا نجد بأننا والحمد لله قد تم إنجازات عظيمة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى تم تعديل الدستور والقوانين الانتخاب والأحزاب، ونحن مقدمين بإذن الله على الانتخابات القادمة التي أكد سيدي صاحب الجلالة وأعلن إجراء الانتخابات وبيّنت الهيئة المستقلة إن في 10/9 في هذا العام بإذن الله تعالى. إنما يدل ذلك على ماذا؟ يدل على الأمن والأمان الذي حبان الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن العزيز الغالي، نعمة الأمن الذي نتفيأ بها. وإذا قارنا نفسنا بالدول المجاورة هنا وهناك نجدنا أن والحمد لله إحنا أحسن من غيرنا بكثير، وواجبنا أن نفتخر بهذه الإنجازات العظيمة.